جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: هل إذا مرت المرأة أمام المصلي، سواء كان المصلي رجلا أو امرأة، هل تقطع صلاته؟ علما بأن ذلك يتكرر في كثير من المساجد. نعم تقول: هل إذا مرت المرأة أمام المصلي، سواء كان المصلي رجلا أو امرأة، هل تقطع صلاته؟ علما بأن ذلك يتكرر في كثير من المساجد. إذا مرت من وراء السترة، إذا كان المصلي أمامه سترة ومرت من وراء السترة فإنها لا تؤثر على صلاته. فإن لم يكن له سترة نعم ومرت بعيدة عنه أكثر من 4 أذرع فإنها أيضا لا تؤثر على صلاته. أما إذا مرت بينه وبين سترته أو مرت قريبة منه دون 3 الأذرع، إن كان هذا لضرورة كالمساجد المزدحمة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي، نعم إذا كان هذا لضرورة لم يؤثر أيضا. الحمد لله. أما إذا كان لغير ضرورة بل نتيجة عدم مبالاة، فهذا إذا كان يصلي منفردا، أو إماما، فإن الظاهر الحديث أنها تبطل صلاته بذلك. أما إذا كان مأموما فسترة الإمام سترة للمأموم. ما شاء الله. الله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.